إذاعة سلطنة عمان. مساء اليمامات يجهرن بالعشق للغرباء. يا ولدي الأرض مثل الفرض، المقاعد شبه فارغة. أتقرب من فضائه الجمالي بطريقة أخرى، يفقد معناه ويصبح مجرد حبر على ورق. نحاول من خلالها يعني تتبع الحدث، وعندي إحساس كذا دفين. تعلمت من حتى الكتب الرديئة. والله العظيم يا المثقفين العرب يتصرفوا مثل الديك والطواويس. وكانت اللغة عالية جدا. يقع القارئ في متاهات. سآتيك للنار نار وللبحر بحر. نعم، إذن هذه دعوة أتمنى أن تجد صداها. المشهد الثقافي. رحلة أسبوعية مع أهم الفعاليات والمناشط الثقافية. وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. صباح الأربعاء 15 من نوفمبر عام 2017 أعلنت في معهد العلوم الإسلامية في بوشهر نتائج الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب هي جائزة دورية تكون عاما للعرب عموما وعاما آخر للعمانيين فقط، وجاءت هذه الدورة من الجائزة والمخصصة للعرب في هذا العام عبر مجالاتها الثلاثة: مجال الدراسات الاقتصادية، ومجال التصميم المعماري، ومجال النقد الأدبي. في مجال الدراسات الاقتصادية أقرت اللجنة فوز المترشح جلال الدين أحمد أمين من جمهورية مصر العربية بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والأداب عن فرع ثقافة. ثانيا، في مجال التصميم المعماري أقرت اللجنة حجب جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون في فرع الفنون عن مجال التصميم المعماري في هذه الدورة، حيث رأت أن أعمال الأسماء المقدمة لهذا المجال لا ترقى لمستوى أهمية وأهداف وغايات هذه الجائزة في دورتها الحالية وفق الأعمال المقدمة. في مجال النقد الأدبي أقرت اللجنة فوز المترشح سعد بن عبد الرحمن البازعي من المملكة العربية السعودية بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب. كان هذا سعادة حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، معلنا أسماء الفائزين بالدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. حلقتنا هذا الأسبوع سنخصصها للدورة السادسة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، حيث سنحاور الفائزين بها ونتعرف على أسباب الفوز من خلال بعض أعضاء لجان التحكيم، كما سنتعرف على سبب حجب جائزة الفنون لهذه الدورة. فأهلا ومرحبا بكم. يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب، في الأزمان والحقب. يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب، يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب، ومهبطا لحضارات بها اتسمت، و
مهبطا لحضارات بها اتسمت. تبوأت من قديم موضع الشهوب والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأدبار والحقب ومهبطا لحضارات بها اتسمت ومهبطا لحضارات بها اتسمت. تبوأت من قديم موضع الشهوب. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. حلقة خاصة عن الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. تقدم لجائزة الدراسات الاقتصادية 26 مرشحة، واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من كل من الدكتور فتح الله والعلو الأستاذ الجامعي ووزير الاقتصاد والمالية السابق في المملكة المغربية، والدكتور سمير المقدسي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية والوزير السابق بالجمهورية اللبنانية، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. اختارت المفكر والباحث الاقتصادي المصري جلال أمين. نترككم مع حوار مع الدكتور فتح الله والعلو للحديث عن تفاصيل فوز جلال أمين بهذه الجائزة. مرحبا دكتور وأهلا بك في عمان. أهلا وسهلا. في البداية أريد أن أسألك عن المعايير التي تم اعتمادها حتى يتم اختيار الفائز. هي عمليا المعايير المتعامل بها عالميا، يعني المعايير العلمية بالأساس والموضوعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار مسار المرشحين وعملهم، مسارهم العلمي بالأساس، وكذلك بالنسبة للمجال الاقتصادي اهتمامهم بالتوجه التنظيري النظرية من جهة، مجال الاقتصاد السياسي بصفة عامة، ولكن في نفس الوقت قدرتهم على متابعة الممارسة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية وتداخل النظرية والفكر الاقتصادي مع الممارسة الاقتصادية، طبعا مع اعتبار بالأساس تطور المنتوج العلمي لكل المرشحين، ومنهم المرشح الذي نجح بطبيعة الحال اللي كان عنده منتوج علمي يعني منذ الستينات، فيكاد نقول كذلك هو تكريم للمصارف نفسه. وطبعا مع اعتبار أنه اهتمامهم العلمي يهم النظرية الاقتصادية بصفة عامة، ولكن من حيث التطبيق في الأقطار العربية والوطن العربي والفضاء العربي بصفة عامة. هل واجهتم صعوبة أثناء تحديد الفائز؟ هل هنالك تقارب بين مستوى المتقدمين والمترشحين للجائزة؟ لا أعتقد بأنها كانت صعوبات، ولكن كان عمل. أولا لجنة الفرز الأولى سهلت علينا بطبيعة الحال، هذا شيء طبيعي، ولكن بعد ذلك كان عنا راجعنا حتى لائحة المستبعدين وأدخلنا بعضهم في لائحة المرشحين بطبيعة الحال. معنى هذا أنه تجاوزنا إلى حد ما عمل لجنة الفرز الأولى، ولكن كل هذا بدون يعني مواجهات وصعوبات. أولا لأنه أفراد اللجنة هم على علم بالمنتوج الفكري عربيا، ويعني تراكمات في ذهننا كانت كلها. وطبعا المهم بالنسبة لنا أننا بقينا مرتبطين بالمعايير
العلمية التي تعطي مصداقية لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأدب، وخاصة أن هذه أول مرة في الدورة السادسة أدمجت الدراسات الاقتصادية. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إقامة طيبة في عمان. شكرا شكرا. وجلال أمين عالم اقتصاد وأكاديمي وكاتب مصري، من أشهر كتبه كتاب ماذا حدث للمصريين، الذي يشرح التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة ما بين عامي 1945 و1995، أي خلال نصف قرن من الزمان، ويعزو هذا التغير الملحوظ إلى ظاهرة الحراك الاجتماعي. تخرج جلال أمين من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، حصل على الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس بين عامي 1965 و1974، وعمل مستشارا اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية من 74 إلى 78، كما عمل أستاذا زائرا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا الأمريكية بين عامي 78 و79، كما عين عام 1979 أستاذا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. من أهم كتبه وصف مصر في نهاية القرن العشرين، وعولمة القهر، الولايات المتحدة والعرب المسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر، وعصر الجماهير الغفيرة، وعصر التشهير بالعرب والمسلمين، وخرافة التقدم والتأخر، وكتاب مصر والمصريون في عهد مبارك، وماذا علمتني الحياة، وهو كتاب سيرة ذاتية، وكشف الأقنعة عن نظرية التنمية الاقتصادية، وشخصيات لها تاريخ، وفلسفة علم الاقتصاد، بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد، ورحيق العمر، وهو سيرة ذاتية أخرى، والعولمة، والعرب، ونكبة الكويت. معنا الآن من مصر الأستاذ جلال أمين الفائز بجائزة السلطان قابوس فرع الدراسات الاقتصادية. مرحبا أستاذ جلال، ومبارك لك الفوز. أهلا وسهلا، وأنا شاكر فضلك. شكرا. في البداية كيف تلقيت الخبر؟ والله طبعا أنا تلقيت الخبر كمفاجأة سارة جدا، وكنت لسه صاحي من النوم ففوجئت بسماع الخبر، وبصراحة لما يعني كان صعب علي تصديقه، لكن يعني سرعان ما صدقته، وطبعا ساعدت به جدا. نعم أستاذ جلال، حملت كتبك سمة قد لا تكون حاضرة في النتاج العربي، وهي الجمع بين علم الاقتصاد والتاريخ السياسي على سبيل المثال، لتتمكن من تقديم قراءات استشرافية لواقع ومستقبل المنطقة. إلى أي مدى يرتبط الاقتصاد بالسياسة وعلم الاقتصاد بالتاريخ السياسي؟ والله أنا طول عمري عندي ميل قوي جدا إلى عدم الفصل بين العلوم الاجتماعية بما فيهم السياسة، وأنا أعتقد أن المتخصصين الذين يبالغون في التخصص لا يؤدون خدمة كبيرة للباحثين، لأن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مرتبط كلها ببعض ويؤثر بعضها في البعض الآخر، فالتخصص الشديد يؤدي إلى الخطأ. نعم. أيضا شغلك في كثير من الدراسات التي قدمتها وضع العالم العربي ومصر تحديدا بعد التغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت بعد عام 2011، بل إنك وصلت إلى حد تعتبر فيه أن ملامح هذه المرحلة لا يمكن تحديدها، وبالتالي فالمستقبل مجهول. هل المستقبل مجهول حقا؟ هل الصورة قاتمة إلى هذه الدرجة؟ طبعا المستقبل دايما صعب التنبؤ به مهما كانت الأحوال، ولكني أعتقد أن الظروف الحالية، وبالحالية أنا أقصد 7-8 سنين الماضية، السوق المستقبل أصبح أكثر صعوبة في التنبؤ من ذي قبل. لا أدري بالضبط السبب إيه، ولكن ربما كان أحد الأسباب المهمة أن القوى العظمى تغيرت.
فالدول الكبيرة والعظمى التي كانت تلعب دورا مهما في الماضي لم تعد لها مثل هذا التأثير. وبالتالي لابد لنا أن نبحث عن القوى المؤثرة الجديدة، وهذا ليس أمرا سهلا. نعم، كيف تغيرت هذه القوى العظمى أستاذ جلال؟ يعني لما أقصده بالتحديد الولايات المتحدة التي ظلت تلعب دورا مهما في تاريخها وتاريخنا احنا، تاريخ الدول الأضعف أو الأصغر، بدأ يبدو عليها على الولايات المتحدة معالم الضعف، على الأقل الضعف النسبي في مركزها العالمي. وبالتالي لا يتوقع أن تلعب الدور التي كانت تلعبه مثلا في 20 أو 30 سنة التالية للحرب العالمية الثانية. نعم، كيف تمكنت من تحديد يعني هذا الموقف أو تحديد الدور الأمريكي الآن؟ ما هي المعايير التي اعتمدتها لتصل إلى هذه النتيجة؟ يعني قراءة الأحداث، لما تقري حدث معين وتشوفي أو تسألي نفسك ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحدث. نعم. كانت أحوالنا من 30 أو 40 سنة أو أكثر كان سهل علينا أن احنا نقول حدث هذا الحدث بسبب الرغبة الأمريكية أو الإرادة الأمريكية أو الانقلاب الذي أحدثته أمريكا. دلوقتي أصبح من الصعب جدا أن نقول مثل هذا القول. نعم، أنت تقول بأن الموقف الأمريكي اليوم قد تغير مثلا. أيوة. ما هي تمظهرات هذا التغيير؟ ما هي التطبيقات الدالة على هذا التغير؟ هناك السمات المباشرة أن الاقتصاد، موقع الاقتصاد الأمريكي في العالم من في التجارة والتصدير ومجمل الإنتاج لم يعد بنفس القدر نسبيا مثل ما كان في الفترة اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي من 45 ل 75 مثلا. كل ده يدل على الضعف، كما أن دول أخرى كالصين والهند وجنوب شرق آسيا على الأقل بدأ منها تقدم أسرع، معدلات نمو أسرع مما يحدث في الولايات المتحدة، وهذا يوحي بأن دور أمريكا في السياسة العالمية لابد أنه يكون قد أصبح أضعف مما كان. نعم، أستاذ جلال تقول في أحد مؤلفاتك أن بعض مناهج البحث التي يجوز اتباعها في دراسة التطور الاقتصادي والسياسي أو الثقافي في دولة مستقلة لا تخضع لأي نوع من الضغط السياسي أو الاقتصادي من قوى خارجية، لا يجوز أن تطبق في دراسة دولة لا تتمتع بهذا الاستقلال. وإن افترضنا أن هذا الواقع يسري على معظم الدول العربية، فما هي مناهج البحث التي تراها مناسبة لرصد مثل هذه التحولات؟ ما هي المناهج التي اعتمدتها شخصيا للوصول إلى نتائج متعلقة بطبيعة الوضع الاقتصادي وما إلى ذلك؟ كويس. أنا لي كتاب من مدة طويلة اسمه المشرق العربي والغرب. نعم. بحاول أرصد فيه أهم التحولات التي حدثت في العالم العربي من دول المشرق، وأرد معظمها إن لم يكن كلها إلى تطورات حدثت في خارج المنطقة. يعني التطورات اللي حصلت في مصر وبقية البلاد العربية في 200 سنة من أول بداية عصر محمد علي إلى نهاية القرن 20، تبينت من هذه التطورات أن أثر الظروف الخارجية كان أهم من الظروف الداخلية. يعني مثلا سقوط دولة محمد علي نفسها كانت بسبب تطورات خارجية مش بسبب أخطاء هو ارتكبها. وهكذا، وهذا أدى به إلى الاعتقاد أن الظروف الخارجية في دول أنا بسميها غير مستقلة أو إرادتها خاضعة لإرادة غيرها، أن الظروف الخارجية في هذه الحالة أهم من التطورات الداخلية. نعم، إذن الأستاذ جلال أمين الفائز بجائزة السلطان قابوس عن فرع الدراسات الاقتصادية، نبارك لك مرة أخرى هذا الفوز، وشكرا لك على هذا الحوار. أنا شاكر ديكي وشاكر لمن أعطوني الجائزة،
وأتمنى للعالم العربي كل خير. شكرا جزيلا. شكرا. على نار الشوق أنا حستنى وأصبر قلبي وأتمنى، على نار الشوق أنا حستنى وأصبر قلبي وأتمنى، على بال ما تجي على بال ما تجي المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. حجبت جائزة فرع الفنون في الدورة الثالثة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، وعزت لجنة التحكيم حجب جائزة التصميم المعماري إلى عدم تحقق معايير الفوز لدى المترشحين لها والذين بلغ عددهم 22 مترشحة. قابلنا الدكتورة شيرين إحسان شيرزاد عضو لجنة التحكيم لمجال التصميم المعماري لمزيد من التوضيح. مرحبا دكتورة، ما هي المعايير التي تم اعتمادها لحجب هذه الجائزة؟ لا، هي مو معايير لحجب، هي المعايير الخاصة بجائزة السلطان قابوس. أكو معايير وضعت لجائزة السلطان قابوس مو للحجب، وإنما هي معايير عامة للمتقدمين واللي راح يقدمون مشاريعهم والمترشحين. هذه المعايير جدا بسيطة، ترى كانت معايير عامة ومرنة جدا، يعني ما دخلنا بالمعايير التفصيلية حتى تكون أدق وأصعب. هذه معايير عامة كانت. المعايير العامة أبسط معيار هو أن يكون مجمل الأعمال، هي النقطة هنا أنه المعمار هنا ينتخب لمجمل أعماله مو عمل واحد. العمل الواحد سهل تقييمه، ليش؟ لأنه عمل واحد وبالإمكان النظر إليه من زوايا مختلفة، تفحصي وتحللي وتقيمي. بس مجمل الأعمال يحتاج إلى شريط يربط هالأعمال بحيث يكون المعمار عنده رؤية واضحة لإضافة قيمة جديدة لمفهوم العمارة، وقيمة جديدة للحضارة الإنسانية، ورسالة جديدة للفكر. فهو لازم يكون عنده فد رسالة أولا عميقة بالأصالة، يعني يرجع إلى الأصالة، مفهوم الأصالة والتجديد، أنه دائما لازم يكون العمل بإضافة جديدة، مو كوبي لأعمال بها روح الأصالة. هذا مو سهل، هذا عملية جدا مضنية بالنسبة، ولهذا تشوفين المبدعين في العمارة قلة، المعماريين كثار ببلاد العالم، في بقاع العالم يعني كثار، لأنه كل من يعمل على أسلوب تفكيره ونظريته والستايل ماله، احنا نقول يعني البصمة مالته، وهذا لا يختلف عليه، المفروض ما يصير به اختلاف، لأنه هذا تذوقه الشخصي، وتذوق طبعا الكلاينت يعني الشخص اللي دا يشتغل له. بس من تجين تردين تنطين جائزة إبداع، جائزة الإبداع تحتاج تأني،
وحرص ودقة في اختيار ما هو ملائم لقيمة الجائزة. أولا هذه أنت من راح تشرحين راح يكون هذا مثال للشباب يقتدون به، واثنين راح يصير مثال للعالم الآخر الغربي، راح ينظر إلنا بمنظار آخر أنه في العالم العربي فعلا أكو جوائز تناط لشخصيات معمارية تتمتع بأصالة وعمق في التفكير وإضافة للإرث الثقافي والفكري والفني اللي عندهم، وهكذا تتجدد الحضارة الإنسانية بإضافة جديدة من مبدعين مميزين. فهذا للأسف هذه الرؤية وهذا العمق وهذا التماسك في العمل المترشحين ما كانوا يمتلكون. يشوفي هذه فقرة واحدة ترى أنا دا أتحدث عنها، بس هي المعايير فوق 20 معيار ترى، يعني هي أهم معيار هو هذا اللي نتحدثت عنه بصراحة. ماكو داعي تروحين لتفاصيل، لأنه المعيار الأم أنت إذا ما تحقق ماكو داعي تروحين بعد إلى تفاصيل دقيقة، لأن هذا هو هي الخامة اللي تربط كل المعايير الأخرى. إذن يعني عمق، أصالة في التفكير، تجديد في الرؤية، إضافة للحضارة الإنسانية والثقافية والفكرية، لأنه هذه جائزة مو فقط أعمال، هي إضافات بها نظرية أيضا. يعني المعمار يجب أن يتحلى بفكر اللي بيه تنظير، يعني أنا عندي كيف أضيف للفكر الإنساني من خلال مشاريعي من تجربتي بها تنظير، فأنا من خلال التنظير هذا أخلي الوعي في المدارس المعمارية وفي المجتمع من خلال هذه الكتابات. إضافة إلى هو عادة المباني هي أحسن تجربة إنسانية تقدر تضيف بعد اجتماعي وحضاري لأي مجتمع. الكثير من المشاريع كانت مقدمة غير منفذة، غير منفذة. المشاريع الغير المنفذة صعب أنت تختبريها، وصعب تنطيها قيمة إبداعية بمستوى جائزة السلطان قابوس، لأنها غير مجربة، لأنها على الورق. إحنا في العمارة إذا ما تجربين المبنى وظيفيا بيئيا، إش قد أضافت إلى المكان، إش قد أضافت إلى الثقافة الفكرية والإنسانية، هذا مو سهل تقييمه، عرفتي شلون؟ فإحنا لأنه المشاريع الكثير من عدها كانت غير منقول، والبعض الآخر أيضا المقدميها شبه مبهمة لمن هي، هي لأربعة، لخمسة، هي لشركة، هي لشركة أجنبية ساهمت مع شخص مثلا يحمل اسم معمار، يعني أكو أمور بها التباس، بس احنا هذه كلها حققنا بها ترى، يعني اشتغلنا شغل الحمد لله شغل بالعراق يسموه مرتب، يعني خلينا ضميرنا من نطلع يكون مرتاح حتى يكون لجائزة سلطان قابوس مقامها ومكانتها محصنة للي يريد يوصل إلى مستوى الإبداع المعماري، لازم يكون على مستوى الاسم الجائزة. نعم، إذا كانت المعايير غير صعبة هل يمكن أن نقول أن هنالك مشكلة لدى المبدع العربي في المعمار؟ شوفي، الإبداع كلمة كبيرة جدا، والتميز هو جزء من الإبداع. لكي تتميزي يجب أن تبدعي، ولكي تبدعي عليك أن تكوني بمستوى يعني الكلمة، فأنت حتى توصلين للإبداع أكيد عندك معايير، وهذه المعايير مجمل المعايير خلي نقول اللي تضخ في وصف الإبداع لكل حق الاختصاصة. الجهة اللي نظمت الجائزة، أنا حتى كنت يعني مستغربة كيف قدرت الدكتورة عايشة اللي هي دا تنظم سياقات هذه الجائزة أن توصل لي. إحنا تعرف هسه بالعالم العربي مو مثل الغربي، يعني حتى تعرف شخصية معينة حتى لو أكو إنترنت وتواصل اجتماعي وإلى آخره، الأخبار أحياناً عن شخصيات وإبداعاتهم أو إمكانياتهم مكانتهم ما هل قد منتشرة في أجواء المنطقة اللي إحنا نعيشها. إن شاء الله بالمستقبل راح يكون لها أذرع
في 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 مواقع جغرافية، وكثير من المعماريين مثلا عايشين في بلاد أوروبا بس هم يشتغلون. أي فإن شاء الله بالمستقبل راح توصل هذه الرسالة، بس هذا لا يمنع أنه وإن ما وصلت ضمن المجموعة المقدم اللي تقدم، حتى لو ما صار هذا الشيء ضمن المجموعة اللي قدمت للترشيح، لم تكن بالمستوى اللي أهلهم حتى بالنظر إلى. يعني شوفي أكو بعض المعايير والمتطلبات اللي ما سادها المرشح، وهي كثيرة ترى. ولا تقولي لي كم 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 كم، لأنه رح نوقف بالتفصيل، ولازم أقول لك كل مشروع وشنو الفيدباك ماله، يعني شنو السلبيات وشنو الإيجابيات. والحقيقة لجنة الفرز الأولية قامت بواجب يعني حقيقة محترم، يعني قدرت تدرس وتوصل إلى النتائج بشكل سريع، يعني مسوية واجب. أهنيكم بالعيد الوطني مالتكم عيوني. أيوة إقامة طيبة في عمان إن شاء الله. شكرا. أمن لي بيت مطرح منك ساكن، مش هم يكون طابق منه أمن، مشتاق أشوفك لكن أمن لي بيت مطرح منك ساكن، مش هم يكون طابق منه أمن، مشتاق أشوفك المناطق، والأيام تمر وشارع منه رايح، موضوع باقي عالي معقول يضل قلبي معلق بالمناطق، والأيام تمر وشارع منه رايح، موضوع المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. حلقة خاصة عن نتائج الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. تقدم لجائزة النقد الأدبي 28 مرشحة، واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من كل من الأديب والناقد العماني عبد الله حبيب، والأكاديمي والناقد المصري الدكتور محمد الشحات، وعبد الرحيم علام رئيس اتحاد كتاب المغرب. اختارت الناقد السعودي الدكتور سعد البازعي. ما هي المعايير التي قمتم باعتمادها لتحديد الفائز؟ هناك درجتين من المعايير، فلجنة التحكيم لم تأتي إلى أرض يباب، هناك guidelines أو خطوط عامة وضعت من قبل الكادر المركزي للجائزة، بمعنى اشتراطات أن المتقدم لابد أن يكون في مجال النقد الأدبي. أنا أتحدث لا أعلم عن اشتراطات الجوائز الأخرى، إنما في مجال النقد الأدبي بعض الشروط وضعتها الأمانة العامة للجائزة، من قبيل مدة الاشتغال ألا وهي أن لا تقل عن 10 سنوات، عدد المؤلفات لا يقل عن 5 مؤلفات. فمثلا نحن في لجنة التحكيم، وهذا مثال فادح ولكن من باب إيضاح الفكرة، أنه حتى لو جاء تيري إنجلتون مثلا وعنده 4 مؤلفات سنعتذر عن النظر في طبعا هناك. وهذه الإجرائية اللي أقصد الخطوط العامة التي وضعتها إدارة الجائزة سمحت لنا بأن نحن لجنة التحكيم أن يعني نفصل في السبيسيفيكس في الأشياء المحددة وفي الإجرائيات. مثلا لما نقول أحد الاشتراطات أن يكون المرشح لديه مشروع، هنا نحن قد نتجادل بيننا الثلاثة في اللجنة، هل فلان لديه مشروع حقا منذ كتابه الأول إلى كتابه الأخير؟ هناك مثلا معيار آخر وضعته إدارة الجائزة، أنه فيما يتعلق بالعمق والأصالة،
وهما كلمتان يعني يجب التمحيص فيهما، فما ترينه أنت عميقا وأصيلا قد لا أراه أنا كذلك، وهذا يتيح مجال للسجال والنقاش والتداول بين أعضاء لجنة التحكيم. ما الذي نعنيه بالأصالة تحديدا أستاذ عبد الله؟ من ناحية وجود خلفية منهجية صلبة ينطلق منها الناقد في اشتغالاته، أي أن الناقد يجب أن يكون مؤسسا تأسيسا، لا أقصد فقط أكاديميا فهذا مفروغ منه، ولكن أن تكون لديه رؤية منهجية متكاملة إزاء عمله. نعم، دعنا نتحدث عن أبرز ملامح مشروع أو تجربة الدكتور سعد البازعي الفائز بهذه الجائزة. نحن فصلناها في البيان الذي قدمناه للسكرتارية أو إدارة الجائزة، ولكن اختصارا قد الآن يعني I will touch only upon بعض الملامح. أن الدكتور سعد البازعي مشروعه متكامل الرؤية، ويضع قدما إن شئتي في الثقافة الغربية وقدمه الأخرى في الثقافة العربية بدون أن يتمثل الأولى أو يعيد إنتاجها، وإنما الاستفادة منها. فنجده يكتب في الاستشراق ويكتب في الاستغراب أيضا، لا نجده ناقدا أدبيا فقط ولكنه ناقد ثقافي، وهذه مسألة أيضا ربما تكون جديدة ليس جديدة تماما، ولكن بالتأكيد أن النقد الأدبي أقدم منها بكثير. نجده ينتبه إلى أمور في الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية، يعني الأدب الماينر، الأدب الأقلياتي أو الأقلوي بعضهم يعرب هكذا، وهذا أيضا واشتغل أكاديمي بالمناسبة، وليس يعني هو الذي أذهلنا جميعا وبالإجماع في عمل الدكتور البازعي أنه لا يناوش موضوعاته الكثيرة والمتعددة بالمناسبة. وهنا يعني هناك فرق بين ناقد يشتغل على عدة أمور وعدد كبير من الأشياء ولكنه يناوشها كما يفعلون في حرب العصابات مثلا، أي أن يضرب هنا ويهرب هنا ويفتح ثغرة هنا، هذا لا، ينخرط في حوار نظامي كما نقول في الحروب النظامية، يعني فول فليج يعني أيوة. يتحدث عن الهوية، هناك شيء مهم البعض قد لا يعلم عن الدكتور البازعي اللي هو إسهامه في مجال الدراسات اليهودية، وهذا شيء يعني في غاية الأهمية بالنسبة للفكر العربي. هذه فقط ملامح عامة، ونحن أوضحنا كل شيء بتفصيل أكثر في البيان الذي قدمناه لمكتب الجائزة. نعم، هل واجهتم صعوبة لتحديد الفائز؟ هل هنالك تقارب في المستوى بين المترشحين للجائزة؟ لا شك، خاصة ما فعلناه نحن هو منهجية الإقصاء التدريجي، بمعنى أنه لدينا فلنقل 20 متقدم، من هو الأضعف فيهم؟ فلان، فلنستبعده. من الأكثر يعني الأقل ضعفا ولكنه لا يستطيع أن ينافس، هكذا حتى وصلنا إلى درجتين من المتنافسين، أطلقنا A و B. الA هم الأكثر يعني رجحانا والبي، فاستبعدنا البي، فبقوا عندنا في الأخير 4 مرشحين نهائيين. يعني نحن استخدمنا كما أخبرتك مثل سياسة المنخل، نخلنا فالذي سقط سقط، والذي بقي بقوا 4، وهنا كان النقاش والتداول يعني أكثر عمقا وأكثر مثلا يعني لا أقول لم يحصل أي احتدام أو كذا، ولكن حصل تبادل في وجهات النظر وطال أو قصر، ولكن في نطاق الشورت ليست هذه اللي توصلنا إليها. أما بعض المرشحين فقد كان من الواضح لنا منذ البداية أنهم غير مؤهلين للتنافس مع اسم زيد أو اسم عمرو من المترشحين. شكرا لك على هذا الحوار وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. كان هذا الناقد والأديب العماني عبد الله حبيب متحدثا عن أسباب فوز الدكتور سعد البازعي بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون فرع النقد الأدبي. سعد
محمد البازعي ناقد ومفكر سعودي من مواليد المملكة العربية السعودية، حاصل على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1974، وحاصل على الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة بوردو بولاية إنديانا الأمريكية في عام 1978، والدكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي من جامعة بوردو الأمريكية عام 1983. وكانت أطروحته حول الاستشراق في الآداب الأوروبية. عمل أستاذا للأدب الإنجليزي المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض منذ عام 1984 وحتى انتقاله لعضوية مجلس الشورى عام 2009. ومن أشهر كتب سعد البازعي كتاب المكون اليهودي في الحضارة الغربية، كتاب إحالات القصيدة قراءات في الشعر المعاصر، كتاب دليل الناقد الأدبي إضاءات لأكثر من 70 تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، كتاب أبواب القصيدة قراءات باتجاه الشعر، كتاب استقبال الآخر الغرب في النقد وشرفات للرؤية، كتاب العولمة والهوية والتفاعل الثقافي، كتاب جدل التجديد الشعر السعودي في نصف قرن، وغيرها من الكتب. معنا الآن الدكتور سعد البازعي الفائز بمجال النقد الأدبي في مسابقة جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها السادسة في مجال النقد الأدبي. مرحبا دكتور سعد، ومبارك لك الفوز بالجائزة. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. أنا شديد الامتنان وأتشرف الحقيقة بهذا الفوز. كيف تلقيت الخبر دكتور سعد؟ تلقيت هذا الصباح الحقيقة من الأستاذة عائشة الدرمكي رئيسة النادي الأدبي في عمان، وكان طبيعي أن أتلقى الخبر من سيدة فاضلة مثلها وهي المعنية بالشأن الثقافي. كانت أعتقد في مكان الاحتفال عندما أخبرتني. نعم، في حوار قبل قليل مع الأديب والناقد العماني عبد الله حبيب أحد أعضاء لجنة تحكيم مجال النقد في جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، قال إن أحد أسباب فوز سعد البازعي هو هذه التوأمة بين الأصالة والمعاصرة، أن تضع قدما في الثقافة الغربية وأخرى في الثقافة العربية بدون الاستلاب أو التماهي في الثقافة الغربية أو مجرد تقليدها. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هذا الحقيقة تعليق أفتخر به، لأنه يعني يصب في الاتجاه الذي سعيت دائما إلى أن أحقق فيه شيئا، وأقصد فعلا محاولة الجمع بين ثقافتين أو ثقافات الغربية مع الثقافة العربية قدر الإمكان. و يعني كما ذكر الأستاذ عبد الله يعني هو الحقيقة يعني يدل على معرفة دقيقة بما سعيت إليه، وأرجو أن أستمر في العمل في نفس الاتجاه، لأن تخصصي في الآداب الأجنبية لم يعني منذ البداية الانصراف إليها على حساب الدراسات العربية أو على حساب الأدب العربي، بل إن الأدب العربي كان شاغلي. فكتابي الأول كان بعنوان ثقافة الصحراء، وكانت دراسة الأدب في الجزيرة العربية بشكل عام، فلم يكن يعني في دراسة الأدب الأجنبية، ولكن الأدب الأجنبية ظلت حاضرة من خلال الدراسات المقارنة التي حاولت من خلالها أن أتلمس ما يجمع هذه الثقافات وما يمكننا من الفهم أو استيعاب أحد الاتجاهين أو أحد الأدبين من خلال الآخر، وهذه ميزة الدراسات المقارنة بشكل عام. نعم، نجد لك مثلا قراءات في الاستشراق، وفي ذات التوقيت قراءات في الاستغراب أيضا. هو أنا أعد مستغربا يعني بالمعنى التقليدي أو الحرفي للكلمة، يعني بمعنى أنني متخصص في الآداب الغربية، لكن ليس بالمعنى الاستشراقي، يعني أرجو أن لا يكون بالمعنى الاستشراقي، أي يعني بما يحمل ذلك من أحيانا تحيزات وصور نمطية للآخر، فقد سعيت إلى ألا يعني تؤثر في التصورات النمطية. لكن الاستشراق كان موضوع أطروحتي للدكتوراه، وظل هذا الموضوع مهم بالنسبة لي،
أحاول أن أدرسه وأعود إليه مرة أخرى لاستكشاف جوانب أحيانا لا تكون مطروحة. نعم. يعني سواء في الاستشراق أو غيره. نعم، لك كتاب بعنوان دليل الناقد الأدبي الذي أضأت فيه أكثر من 70 تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، إلى أي مدى ترى النقد العربي استطاع مواكبة هذه التيارات النقدية؟ الكتاب هو الحقيقة كتاب مشترك مع الزميل الدكتور ميجان الرويلي، والكتاب يعني يسلط الضوء فعلا على ليس فقط على المصطلحات والمفاهيم النقدية المعاصرة، وإنما أيضا على الكيفية التي تفاعل فيها النقد العربي الحديث مع تلك المؤثرات القادمة من الآخر. و لي كتاب آخر بعنوان استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحديث، وهو أيضا محاولة لاستكشاف الصور التي من خلالها يعني يمكننا أن نرى كيفية التفاعل بين النقد العربي والنقد الغربي، وأيضا الإشكاليات التي تنامت من خلال هذا التفاعل، لأنني أجد أن هناك مشكلات فعلا في طريقة تناول بعض هذه التيارات والمفاهيم، وحاولت قدر الإمكان طبعا أنا والزميل أن نضيء تلك الجوانب في محاولة لتمكين النقد العربي الحديث من تجاوز إشكاليات كثيرة. نعم، ما أهمية دراسة هذا التفاعل دكتور حتى تأثير وشكل أنماط الأدب الغربي وتأثيرها على مثلا القصيدة العربية؟ ما أهمية دراسة مثل هذا الموضوع؟ من المهم طبعا أن نفيد من المعطيات النقدية المعاصرة، يعني فنحن لسنا في جزيرة معزولة، وبطبيعة الحال التأثر يحصل على المستوى الأدبي الإبداعي وعلى المستوى النقدي أيضا. نعم. فالكتاب يقرؤون ويتفاعلون مع الآداب العالمية، وهذه تؤثر في المعطيات الأدبية العربية، ومن ناحية أخرى النقاد أيضا يتأثرون ويؤثرون يعني في بعض الأحيان في المعطى النقدي الغربي. يعني لدينا يعني بعض النقاد العرب الذين عرفوا عالميا، يعني طبعا يمكن أشهرهم إدوارد سعيد الذي ينتمي إلى الثقافتين العربية والغربية، ويعني أيضا ظهر نقاد عرفوا في الغرب، لكن يعني بشكل عام يعني نحن أقرب إلى مرحلة الإفادة من الآخر، والمسعى دائما هو أن يكون أن تكون هذه الإفادة سواء أدبيا أم نقديا بالشكل الذي يخدم الثقافة العربية ولا يؤدي إلى فقدانها لهويتها أو سماتها أو قدرتها، وهذا هو الأهم، على أن تكون شريكة في المنتج الحضاري والثقافي العالمي. نعم، المتابع لمسيرتك دكتور سعد الثقافية والأدبية يجد تنوعا ثريا فيها من ناحية خوضك غمار النقد الأدبي والنقد الثقافي بل والترجمة أيضا، حيث قدمت للمكتبة العربية العديد من الكتب الهامة نقدا وترجمة، فلماذا دكتور سعد البازعي متعدد الاهتمامات الثقافية؟ وهذه شهادة أعتز بها عموما. أنا طبعا عندما أترجم أو أكتب في اتجاهات مختلفة فهي محاولة لتقديم كل ما أستطيع أن أقدمه. الترجمة تأتي طبيعية لكوني متخصص في آداب أجنبية ولغتي تساعدني على الترجمة، فمن هذا المنطلق سعيت إلى أن أقدم شيئا للمكتبة العربية على في هذا المضمار، مع أنني ظليت يعني معني بالنشاط الثقافي بشكل عام. يعني أنا أقدم نشاط منبري شبه أسبوعي هنا في الرياض، وأشارك كثيرا في
في المنتديات يعني وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي وحاول أن نوظفها. هذا طبعا كل اجتهاد ورغبة في المشاركة، مشاركة الجميع لإفادة منهم وإفادتهم بما استطيع، يعني والأمل أن يكون هذا له مردود وقد أنه فعلا له قيمة. فشكرا لهذه الالتفات الجميلة منكم. يعني دكتور، حتى الكتب التي تقوم بترجمتها مواضيعها تكاد تكون يعني مختلفة، كل كتاب عن الآخر. يعني هل اهتماماتك هي التي تدفعك لترجمة كتاب؟ الحقيقة هي طبعا اختياراتي شخصيا. نعم. ولكن يعني أذكر أن الكتاب الأول كان ضمن قائمة من الكتب التي طرحتها أو طرحها مشروع كلمة في أبوظبي، واخترت هذا الكتاب لأنني اللي هو المسلمون في التاريخ الأمريكي. ذلك الكتاب بدأ لي مهما لأنه يسلط الضوء على جانب من التاريخ الإسلامي غير المعروف كثيرا لدى عامة في العالم العربي والإسلامي بشكل عام، ويسلط الضوء على الحضارة الغربية الأمريكية بشكل خاص من زاوية حتى الأمريكيين غير معنيين بها كثيرا، ولكنها مهمة لنا في العالم العربي والإسلامي. أما الكتابان الآخران فهما من اختياري شخصيا، يعني أنا اقترحت الكتابين على مشروع كلمة من منطلق اهتماماتي الشخصية في النقد الأدبي. نعم. ودراسات الثقافية بشكل عام، فالكتاب اللي حول العولمة يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا، وكتاب زيغموند باومان اللي هو عن الحداثة السائلة. نعم. أيضا يعني يتناول ظاهرة مهمة جدا تعرف بما بعد الحداثة، ولكن باومان يعطيها سمة مختلفة وقراءة معمقة، وهو عالم اجتماع ومفكر كبير. ف يعني هذا هو المسعى. طبعا فيه أشياء أخرى عملتها، اللي فيه مختارات من الشعر السعودي أيضا، كانت يعني ترجمت جزء منها وأشرفت على تحرير المجلد في من الترجمات في الشعر في المملكة. وهناك يعني نشاط مختلف، يعني أذكر أنني مرة نشرت بحث في مجلة أمريكية عن الأدب في الجزيرة العربية. نعم. وتناولت فيه نماذج من الأدب في مختلف مناطق الجزيرة، يعني السعودية وعمان والكويت والخليج بشكل عام. فأنا أعتبر هذا نوع من الترجمة أيضا، لأنه يعرف بالأدب في منطقتنا هنا في مجلة أدبية شهيرة اسمها مجلة الأدب العالمي المعاصر، وأذكر أن مجلة نزوة نشرت ترجمة لتلك الدراسة أو لتلك الورقة. فيعني الترجمة أراها يعني مطلب أساسي لكل من يتمكن من اللغات الأجنبية، وهو واجب في نهاية الأمر. نعم. ما هي المشاريع الجديدة التي تعمل عليها الآن دكتور سعد؟ لدي كتاب يصدر قريبا إن شاء الله بعنوان مواجهات السلطة، قلق الهيمنة عبر الثقافات. هذا الكتاب يتناول العديد من النصوص لأعمال لكتاب ومفكرين من العالم العربي والغربي في محاولة لدراسة كيفية تفاعل أولئك الكتاب مع مختلف القوى المؤثرة في إنتاجهم الفكري والأدبي والفلسفي، أي مواجهتهم للضغوط المختلفة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وتأثر تلك النصوص في سعي أولئك الكتاب لأن يحتفظوا يعني بقدرتهم على التعبير ويعني التكيف مع تلك الضغوط بشكل يعني يخدم الثقافة ويخدم أدبهم هم أو إنتاجهم هم في المقام الأول. فهو يعني نوع من المسح لهذه المساعي التي تمتد من العصور القديمة حتى اليوم،
تطلعنا على جوانب من الإنتاج الفكري والأدبي لا عادة لا ننظر إليها أو لا تحظى باهتمام القراء أو الباحثين يعني بشكل عام. نعم، إذا نبارك لك مرة أخرى الدكتور سعد البازعي فوزك بجائزة سلطان قابوس. شكرا جزيلا لكم، شكرا لعمان، وأنا فخور الحقيقة أن تأتي هذه الجائزة من هذا البلد المعطاء، البلد الناهض، وأن تحمل أيضا اسم باني نهضة عمان الحديثة. يعني أنا أشعر بالابتزاز لهذا للاسم وللجائزة ولأنها من عمان. شكرا جزيلا لك دكتور. الله يحييك. مع السلامة. أنا طير في السماء بعشق بالوما، أنا طير في السماء بعشق بالوما، عش قلبي ونما من غير نمنمة وبسيط النما عايش ملحمة، أنا طير في السماء بعشق بالوما، عش قلبي ونما من غير نمنمة وبسيط النما عايش ملحمة، ويعيش الوسمة وينول الأوسمة ويبعت رجوك من غير لملمة، ويعيش الوسمة وينول الأوسمة ويبعت رجوك من غير لملمة، ويعيش طير في السماء بعشق بالوما، هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد الثقافي والتي خصصناها لنتائج جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها السادسة، والتي أعلنت نتائجها في 15 من نوفمبر عام 2017. كانت معكم في الإعداد والتقديم أمل بنت عامر السعيدية وحمد بن عامر الوردي. نلقاكم في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. أنا طير طيار عديت أسوار، أنا طير طيار عديت أسوار، حطمت جدار ونزلت بحار وطلعت نهار من ليل جبار، أنا طير طيار عديت أسوار، أنا طير طيار عديت ونزلت بحار وطلعت نهار من ليل جبار، فالعمر عمار والقلب خبار، مش عين في الجنة وعين في النار، ده العمر عمار والقلب خبار، مش عين في الجنة وعين في النار، ولا تحزن يوم لا متبسمة، أنا طير في السماء بعشق بالوما، أنا طير وبطير.
جناحي أمير واستنى وسير ولا كنت أسير وإن عمري قصير أنا قلبي كبير أنا طير وبطير بجناحي أمير ولا كنت أسير وإن عمري قصير أنا قلبي كبير بيسع مشاوير وقليل وكتير ولا يعشق غير النور والخير بيسع مشاوير وقليل وكتير ولا يعشق غير النور والخير بيسع مشاوير وقليل وكتير ولا يعشق غير النور والخير أنا طير في السماء بعشق بالوما أنا طير في السماء بعشق بالوما عش قلبي ونمى من غير نمنمى وبسيط النمى عايش ملحمة أنا طير في السماء بعشق بالوما نمى وبسيط النمى عايش ملحمة يعيش الوسمة وينو الأوسمة ويبعط رجوك من غير لملمة ويعيش بالوما